السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم جروب ميكانيك العلماء. نرحب بكم كامل الإخوة الكرام. ما لقيتش من راح نبدأ لكم اليوم، والله ما لقيت من راح نبدأ. الكارثة الكبيرة تاع اليوم العطب لهذا في الليون اللي تشوفوا فيه قدامكم بفعل فاعل. كيف نقولوا بفعل فاعل؟ السيارة هذه تخسرت وفسدوها بفعل فاعل، ما نذكروش الفعل هذا وشي وما نذكروش الفاعل، وتعهدنا مع الزبون تاعنا باللي كي نهضروا على الفيديو هذا ما يهضرش وما يذكرش اسم الشركة اللي صرا فيها البروبلام. المهم خلاص القول، احنا حبينا نبينوا بالفيديو هذا وشي البروبلام تاع الفعل فاعل هذا. قرب لي الكاميرا شوف هنا الله يسترك. شوف هذا السيارة اللي تشوفوا فيها قدامكم عندها زوج خيوط قيناهم مكوبين ودزينهم هنا في بلاصتهم، يعني كوباهم ودزوهم هنا، يعني ما تقدرش تلقاه سمانتين وحنا نضربوا معاها سمانتين. هي الاصل تاعها السياره هذه كان عندها بروبلام في الطابلو دبور، كان عندها بروبلام، هو يمشي يشعل له اسمحوا لي مش بروبلام في الطابلو دبور، كان عنده مشكل في الطابلو دبور يشعل له فيه ليتيموا، يعني الكيس كاليناها وكونترينا قلنا عنده مشكل في الجاتوال. الجاتوال هذه واش هي؟ واحد الموديل واحد لاباراي تجي تحت الطابلو دبور، هذه لاباراي هي اللي يجتمع عندها المعلومات كامل تاع لي موديل تاع السياره. نفرضوا عندك الضوء هذا عنده موديل الفار، عندك المحرك هاو الموديل تاعو المحرك، ها هذا الموديل تاع المحرك، الكالكيلاتور الارباك عنده الكالكيلاتور تاعو، السياج كيعود الكتريك عنده الموديل تاعو، اي حاجه في السياره عندها الموديل تاعها، يجتمعوا كامل عند الجاتواي. الجاتواي هذا هو اللي يلم المعلومات تاعهم. نفرضوا مثلا كاينه اداره فيها ميكروات وعندهم السيرفر، يعني المعلومات كامل يتلموا عند السيرفر ويتفرقوا ويروحوا اللي ميكرو الاخرين كل عند العمال كامل. المهم خلاص القول خاوتنا، هذه السياره عندها مشكل في الجاتواي تاعها، تريقنا الجاتواي كان عنده مشكل، ريقناه بالسكانر نظمنا له امور وفرزناه كامل، ما حبش نظمنا الطوموبيل السياره هذه الموتور تاعها، قال لك لا نوض كي نعاود كي نسكانيو نعاودو نسكانيو ونشوفو يخرج لنا باللي الكالكيلاتور موتور ما كانش كومينيكاسيون ما يتقراش. او قلنا سبحان الله كيفاه السياره هذه راح تمشي يكونوا فيها زوج ديفوات؟ مستحيل، احنا جينيرالمون السياره كي تعود جديده كي يصرا فيها بروبلام نلقاو ديفو واحد ما نلقاوش زوج. المهم الحكايه كيفاه صرات، احنا حلينا احنا حكمنا الكالكيلاتر هذايا حطيناه في لاباراي اللي ما في نقراو بها الكالكيلاتر، ان فوا قدرنا قريناه بالميكرو تاعنا في الطابله هنا عرفنا باللي الكالكيلاتر هذا راهو مليح. اوكي هنا واش ولينا نديرو؟ ولينا نحوسو. اول حاجه نبداو بها في الدياغنوستيك تاعنا كي يصراو لنا العطاب هذوما نروحو للريزو. واش الريزو تاع هذا واش كاين؟ ريزو كان وكاين ريزو كلاين. الريزو تاع هذا تلقى فيه زوج خيوط دو فيل، زوج خيوط هذوك هما اللي يروحوا لباد كونفور اللي يروحوا للجاتواي، من بعد تكون كاينه كومينيكاسيون ما بين الكالكيلاتير موتور ما كانش كومينيكاسيون تاعو. احنا كي بدينا نشوفوا اول ما بدينا به لقينا لا كونتينيتي تاع الريزو ما كانش، سبحان الله طوموبيل ماشيه 2000 كيلو تلقى خيط مقروط، مش منطقي هذه. المهم بقينا نحصروا حنايا في الخيط نكونتروليو منا ما كانش لا كونتينيتي، يعني خيط مقطع نكونتروليو بشي بشي حتى حصرنا الخيط في الخمسة سنتيم هذية، يعني نحطوا حنا هنايا نكونتروليو منا المنا نلقاو ما كانش لا كونتينيتي، اب نجي نجدوا الخيوط هذوما نلقاوهم مقروطين. على كل حال احنا وريباريناها باش درنا التيست هذا مش ريباراسيون، هذه التيست باش شفناها تنوض ولا ما تنوضش برك، ومن بعد درك نعاودوا نصلحوها مليح. هذا اللي خدم الخدمة هذه وقرت الخيوط ولحم في بلاصتهم ما نقولوش مجرم ولا حاجة، ذيك الله يسهل عليه بينه وبين مولاه. المهم حبيت نقول باللي السيد هذا راهو يعرف المقاتل منين، يعني الطوموبيل هذه ضربها على المقاتل، ضربها على المقاتل يعني تضربها تموت، على باله مليح بالخدمة تاعو، على باله واش يدير، على باله باللي زوج خيوط هذوما كي نحيهم ما تنوضش السيارة، علاه يا ترى؟ ما على باليش علاه، اسكو دخل عنده السيارة باه يخدمها ومن بعد ما لقاش الديفو، والله ما صلحتلوش، والله ما لقاش مين يبداها، والله ما عندوش لوتي تاعو اللي يخدم به دياغنوستيك، قطع لها الخيوط هذوما باه كي يهزها صاحب السيارة هذه ويديها لورشة خلاف يتعبوا فيها وما ينوضوهاش، والله يروح خاطرك على خاطر صاحب السيارة قال لك أنا كل ما تنوضيش السيارة نهزها نديها ليترونجي عند الشركة الأم تاعها يخدموها لي ويعاودوا يرجعوها لي. احتمال كبير يقول لك أنا درك نقصهم باش يديها هو عند صاحب ورشة آخر يتعب معها باش ما تبانش الفضيحة تاعو باللي ما عرفش يخدم طوموبيل ولا ما يقدرش يخدم طوموبيل. يا صديقي العزيز أنا ساعات يجيني السيارات
ما نقدرش نخدمهم والله يفوقوني يتهزوا يروحوا الورشة أخرى ونشوف المشكلة أخويا. أنت كيف كيف ما صلحتكش السيارة هذه تروح عند ورشة خلاف، ولا تدير لنا المشكل هذا أخويا، ولا تعبنا أخويا، على والله تعبت قسما عظم من سمنتين وأنا نضربه سمنتين وأنا نضربه ما الضو للضو باه نلقاو مشكل هذا. إحنا ما كانش يروح في بالنا خلاص باللي سيارة جديدة 2000 كيلومتر نلقاو خيط مقطع ورايح منها. على العموم خوتنا واش راح نقول لكم، نزيد نأكد ونعاود باللي هذا اللي يعمل الشيء هذا راهو مأكد وراهو فعلها وراهو فعلها ومترصد عليها. خطركش هذو مزوز خيوط، قلنا هذو مزوز خيوط كي تقصوا ما تنوضش لافوتير، ويعرفهم هو باللي ما تنوضش لافوتير، علاه راح لزوز خيوط هذو من بعد. على العموم كاين درك اللي يشوف الفيديو يقول لك بالك الخدام تاعنا قصهم، بالك انا قصيتهم، بالك هكا. خويا راح نفوت الكلمه لصاحب السياره يهدر، صديقي بصح بشرط الله يسترك تهدر ما تذكرش الشركه هذه، ما تذكرهاش خلاص وما تبينهاش خلاص شكون هما اللي خدموها لك. تفضل خويا. السلام عليكم. خوتي انا الطوموبيل هذه شريتها جديده، مشيت بها 2000 كيلومتر لي تيموا في الطابلو كاع الطابلو كومبلي شاعل. من بعد الطوموبيل هذه دي فوا ترقد، رقدت لي من بعد نحي لها الكوس عاود تنافض، دارتها لي انجور ومن بعد عاودت دارت لي لو ميم بروبليم. تسمى انت كي تمشي بها الوان بيشعلوا لك في الطابلو ترقد تنوض رقدها دي فوا ما تبغيش تنوض، نحي لها الكوس نعاود نركبه صافي الطوموبيل كانت كومينيكي كانت تنوض كانت تنوض. تسمى كل ما كانتش كل ما كانش يرقد وينوض ولا ينحي الكوس ساعه ساعه وتنوضوا كون كان البروبليم من الخيوط ان فوا رقدت له مره ما تزيدش تنوض. يعني الخيوط هذوما راهم مقصوصين بفعل فاعل. احنا كنقولوا ديتها للشركه هذه ما نذكروش اسمها الشركه هذه، ديتها قال لي عندك لي فيزيب الطوموبيل راها تنوض نورمال. بعث لها الطفل خرجها تمشي مشى بها واحد 4-5 كيلومتر الطوموبيل عاود رقدت له في الطريق عاود رجعتها لهم. كي عاود رجعتها لهم الشركه هذه الطوموبيل قال لك ما راهاش تنوض سي بون ولات ما تنوضش كاع صافي. بدلنا لها شريت لها 3 باتري، قلت انا بالك بروبليم في لا باتري. كي عاودت بدلت لها لا باتري الطوموبيل ما بغاش تنوض قعدت عندهم ان سيمان قالوا لي الطوموبيل ما عرفنا لها والو. هز الطوموبيل هزيتها بعثتها ديريكتومون الجروب ميكانيك العلمة، هاكم كيما راكم تشوفوا راهي ناضت والحمد لله ويعطيهم الصحه. وهذه هي بارك الله فيك الاخ الكريم. نزيد ننبه واحد النقطه، نفرضوا باللي هذا البروبليم تاع الخيط هذا زوز خيوط هذو اللي قلناهم مقصوصين، نفرضوا باللي البروبليم تاعو الاصلي راهو من هنا يتقطع خيط ما يتقطعوش زوز خونا. على العموم خوتنا واش راح نقول لكم، انا نصيحتي اليوم في هذا الفيديو من المفروض ما نحطوهش خلاص، بس حبيت نحطه انا لا حبيت نحطه باه نوصل واحد الميساج ونقول يا خويا انت هزيت انت حكمت السياره باش تريباريها مصلحتك السياره تاعك خويا ديكلاري السلام عليكم خويا سامحنا السياره تاعك هذه راني ما قدرتش نخدمها والله لازم لي امكانيات اكبر باه نخدمها. هز السياره تاعك اديها للشركه الام ذوك يخدموها لك، والله هز السياره تاعك شوف روح صبح وانت تربح. على العموم خواتنا واش راح نقول لكم، في هذه الدنيا ما كانش واحد اللي راهو كامل، رانا كامل نتعلمه من هذه الدنيا نعاودها 3 خطرات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما نقول لكم السلام عليكم راح نقول لكم باللي اللي يخدم بزاف يغلط بزاف، بصح ما يقصش خيط خويا، ما تقصش زوز خيوط، ما تقصهمش خويا باه دير مشكل الناس خلاف. راح نزيد نقول كلمه خلاف خاوتنا واللي هي هذه الكلمه، لسنا معصومين من الخطا ولكن نسعى دوما نحو الافضل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.